تتيح هذه التقنية التفاعلية للعملاء بإنجاز 95% من معاملاتهم المصرفية، سواء كان إيداع شيكات، سحب نقدي، دفع فواتير أو حتى هوم لونز أو قروض عقارية. وكذلك تمكن هذه التقنية البنوك من إعادة النظر في تكاليفها التشغيلية وتوزيع وحجم شبكات الأفرع، حيث من الممكن أن تقلل من تكاليفها التشغيلية إلى 40%. سمر، في معايا تشيك ارغب في صرفه. تخطي البطاقه على مكان السكانر اللي هيتم توظيفه على الشاشه حاليا. هستخدم حضرتك في توقيع حضرتك اولا. نعم. شكرا.